شمابو وبرو روحو قاديشو حاضلوه شريرو آمين. ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. إخوتي الأحباء، عندما جاء الشاب الغني إلى يسوع يسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ السيد المسيح دل على الوصايا، ولكن هذا الشاب قال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. وكان حاسس أنه ما زال يحتاج إلى شيء ينقصه، شيء آخر، شيء مختلف. وهون السيد المسيح بيقول له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك وأعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. طبعا هذا الشاب لم يستجب لدعوة يسوع، لم يستطع أن يتخلى عن كل ما هو له، أن يبيعه، أن يعطي الفقراء، وأن يتبع السيد المسيح. فالسيد المسيح بيقول للتلاميذ: ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت السماوات. التلاميذ بتحيروا من هذا القول، السيد المسيح بيرجع بيشرح، بيقول: ما أعسر دخول المتكلين على أموالهم إلى ملكوت السماوات. ساعتها التلاميذ بيقول أنه: يا رب، إذا كانت الحال هكذا فمن يستطيع أن يخلص؟ وهون السيد المسيح بيقول لهم: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. إذا كان أن يأتي هذا الشاب الغني ويتخلى عن كل ما هو له غير مستطاع عند الناس، ولكن هذا مستطاع عند الله. وهم بطرس يأتي ليقول للسيد المسيح: ولكن نحن تركنا كل شيء وتبعناك. أنت يا رب بتقول هذا الشيء غير مستطاع عند الناس، نحن تركنا كل شيء وتبعناك. صحيح ما نحن أغنياء، ما عندنا مال مثل هذا الشاب الغني، ولكن ما عندنا تركناه لنتبعك. بطرس ترك كل شيء ليتبع السيد المسيح، منعرفه من أيام الصيد العجيب اللي حدث معه، عندما ألقى الشبكة على أمر السيد المسيح بعد ليل طويل لم يصطد شيئا، ألقى الشبكة، جمعت سمكا كثيرا، بدل أن يفكر كيف أن يتاجر بهذا السمك وكيف يبني ثروة وكيف بلكي يعمل بزنس مع السيد المسيح، يعملوا لهم شي شركة سمك يبيعوا ويشتروا يكتر أمواله، ترك السمك وذهب وجس للسيد المسيح وقال له: يا سيد، أخرج من سفينتي، لأني أنا رجل خاطئ، أو تباعد عني لأني أنا رجل خاطئ. فإذا ذهب إلى الذي أعطى العطية ليشكره وليعترف بخطئه أمامه. الشاب الغني الفارق أنه تمسك بالعطية بماله الذي هو موهبة من الله، ولم يلتفت إلى الذي أعطاه هذه العطية إلى الله. الفرق بين بطرس والشاب الغني أن بطرس نعم أتته عطية كبيرة من الله، ولكن ذهب ليشكر الله من أجلها. أما الشاب الغني فكان قلبه وفكره متعلق بالعطية نفسها ونسي واهب العطية. عشان هيك السيد المسيح بيعرف صدق بطرس، وأن بطرس ترك كل شيء، ترك هذا السمك الكثير، ترك بيته وعائلته وأتى وراء السيد المسيح مثله مثل باقي الرسل، بيقول له: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا، يبلش بالبيت، يمكن ورث بيت عن أهله، وترك العائلة، وبيعد السيد المسيح الإخوة، الأخوات، الأب، الأم، الإمرأة، الزوجة، الأولاد، يعني حدا ترك عائلته كلها وترك الحقول اللي هي يمكن ورثها ويمكن هي مصدر رزقه، كل من ترك بيت، عائلة، حقول لأجلي ولأجل الإنجيل، إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان
وبيقول السيد المسيح شو هن اللي رح يعطوا له بدال البيت؟ بيقول بيوت وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول. إذا ما نقارن بين الشيء اللي تركه الإنسان والشيء اللي بده يطلع له، منشوف إنه في عنا اثنين ناقصين. ما بيقول سوف يأخذ آباء، بيقول أمهات، مع إنه قال ترك أب ولكن مش رح يصير عنده آباء، رح يصير عنده أمهات، لأنه السيد المسيح علم إنه لديكم أب واحد وهو في السماء، الآب السماوي. طبعا السيد المسيح هون اللي عم يحكي عنه عم يحكي عن الجماعة المسيحية، عم يحكي عن الجماعة المسيحية، كيف الإنسان عندما يترك بيته وأهله ويتبع السيد المسيح يكثر لديه هؤلاء الإخوة والأخوات في العائلة المسيحية الجديدة التي ينضم إليها. وكمان شغل اللي ما بيجع بيذكرها كمان الإمرأة. طبعا السيد المسيح بيقول سوف يكون لكم 100 ضعف في هذا الزمان، يعني ممكن واحد كان يفكر بشكل سيء عن الموضوع، بيقول صار عنده بديل بيترك مرته بيصير عنده 100 ضعف بديل. السيد المسيح ما ذكر بالمكافأة سوف يكون له زوجات كمان كثر، ذكر إخوة أخوات أولاد أمهات وبيوت وحقول، أي سوف تكبر هذه العائلة المسيحية، هذه الجماعة المسيحية التي سوف تحيط به. هم نشوف كيف السيد المسيح عندما يدعو الناس إلى التخلي، إلى التجرد الكامل، بيع كل ما لك وتعالى أتبعني، عم يدعي الإنسان أن يعود إلى الحالة التي دخل فيها العالم وإلى الحالة التي سوف يخرج بها من العالم. مار بولس بيقول لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. بيجي الإنسان ليس لديه شيء ويمضي وليس معه شيء، ما في يأخذ معه لا بيوت ولا حقول ولا سيارته، هو مرتاح ببيته، هو مرتاح بسيارته، هو بحب تليفونه، هو كلهم رح يتركون الإنسان على هذه الأرض، حتى عائلته ما بيقدر يخدها الإنسان معه، يذهب منفردا. مش هيك السيد المسيح يدعوهم إلى هذه الحالة من التجرد، وأنه الإنسان يعرف كل ما يقتنيه على هذه الأرض هو موهبة من الله، أعطاه الحياة، أعطاه هذه الأرض وكل ما في هذه الأرض، ولكن كعطية، لأن للرب الأرض وملؤها وليست للإنسان. السيد المسيح بيوعدهم أنه رح ياخدوا هذه الأمور في هذا الزمان، مثل ما قلنا أي الكنيسة أي الجماعة المسيحية اللي رح تكبر لما الإخوة يعيشون معا ويتقاسمون كل ما كان مشتركا بينهم، هيك بيصير عندهم بيوت وحقول وإخوة وأخوات، ولكن بيقول السيد المسيح مع اضطهادات. اضطهادات ممكن أن تأتي، نعم، من العائلة التي تركها الإنسان ببداية المسيحية بالتحديد، كان لما أحد أفراد العائلة يتبع السيد المسيح، يترك أباه أمه إخوته ويتبع السيد المسيح، كان هذا الشيء يعمل له اضطهادات من العائلة. ممكن أيضا اضطهادات من تعيير الناس المحيطين به، بيقول السيد المسيح طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وافتروا عليكم وقالوا عليكم كل كلمة سوء من أجلي. فالسيد المسيح بيعرف أنه في ناس سوف يفترى عليها، سوف تضطهد بسبب الإنجيل وبسبب السيد المسيح، ولكن طوبى لكم، أي افرحوا هنيئا لكم. لازم الإنسان يفرح بهذه الآلام، مثل ما كان مار بولس يقول إني أفرح بآلامي من أجلكم لأني أكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي من أجل جسده الذي هو الكنيسة، أفرح بآلامي من أجلكم. هيك الإنسان يجب أن يفرح، لأنه أهل ليس فقط أن يؤمن بالسيد المسيح بل أن يتألم لأجله. هي كمان مار بولس بيقول لأهل فيليبي، يعني أنتم قد وهب لكم لا فقط أن تؤمنوا به بل أن تتألموا لأجله. اعتبروها عطية ونعمة كبيرة، لأن السيد المسيح هو الذي تألم لأجلنا، هذا عمل الفداء. هلأ يؤهلكم أن تتألموا لأجله، لازم أن تفرحوا بهذه النعمة. والشغلة الثالثة اللي بيحكيها السيد المسيح مع اضطهادات يمكن ما بننتبه لها كثير، لما عم بيقول هذه الاضطهادات
تأتي عندما يصير لك إخوة وأخوات جدد، يعني حتى في داخل الكنيسة، حتى في داخل الكنيسة سوف يكون لك إخوة وأخوات بيوت وحقول وأمهات، ولكن مع اضطهادات. هون تلميح إلى الاضطهادات التي تكون في داخل الكنيسة من إخوة على أخواتهم، وهي موجودة كمان. وآخر شيء بيختم السيد المسيح: ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، والآخرون أولون. أكيد هذا تشجيع لمار بطرس، أنه أنت تركت كل شيء وجئت، الذين كانوا آخرين سوف يصيرون أولون. شعب إسرائيل كان أول، ربنا أول شعب تكلم معه، أرسل له أنبياء رسل عبر التاريخ، ولكن هذا الشعب صار من الآخرين، وجاءت باقي الشعوب وصارت الشعوب الأولى. انتزع منهم ملكوت السماوات ليعطى لأمة تعطي ثمره. هيك صار في تبديل بين الأولين والآخرين. ومار بطرس وباقي الرسل أيضا ناس بسطاء صيادي سمك، بآخر المجتمع يصيرون رسل للسيد المسيح، يصيرون أولين. ولكن نفس الوقت هذا الكلام تحذير لمار بطرس. في أي وقت يا مار بطرس أنت أول الرسل وباقي الرسل يمكن أن تتحولوا إلى آخرين. أنت وأي شخص في هذه الجماعة المسيحية يمكن أن يتحول لآخرين. ممكن الإنسان أن يتخلى عن كل شيء من أجل السيد المسيح وأن يعود ليدخل الطمع إلى قلبه، ليدخل حب المقتنيات إلى قلبه، بيصير هو إنسان مسيحي ومتعمد أو خادم في الكنيسة، ولكن يترك من أجل السيد المسيح في البداية ليعود ويتسلل حب المال، حب الطمع إلى قلبه، وهيك ممكن أن هو أيضا يعود ويصير من الآخرين. هذا فإذا تحذير لكل من هو من أتباع السيد المسيح، أنه انتبه أنت أيضا يمكن أن تعود إلى الآخرين. عشان هيك الإنسان إخوتي اليوم ما نتعلمه من إنجيل اليوم عن التخلي، ترك كل شيء من أجل السيد المسيح. الرسل تركوا العالم، العائلة، أعمالهم من أجل السيد المسيح، تخلوا عن كل شيء، ولكن لم يتركوا فقط إيمانهم بالسيد المسيح، احتفظوا في إيمانهم. نحن أيضا علينا أن نترك ربما عاداتنا السيئة، أن نترك العالم، أن لا نترك ضميرنا يموت، أن لا نترك الكنيسة، أن نأتي دائما إلى الكنيسة، أن لا نترك الحقيقة. في بعض الأحيان تتلاشى بين الكذب اللي حوالينا في المجتمع، يجب أن نترك الأمور السلبية، أن نترك ما في هذا العالم من شهوات ومن خطايا لكي نتبع السيد المسيح، فتصير محبة السيد المسيح مالئة قلبنا، فكرنا، عقلنا، لنكون دائما في سلام من أتباع السيد المسيح، نتبعه على طريقه كما شاء له المجد الآن وإلى الأبد. آمين.